سمعنا فصولها بصوت داخل حسن، وهسه صارت أفضل تفسير لحال مواطنين حصتهم طلعت بقوائم المعتقلات والسجون بعد شمولهم بمعجزة تشابه الأسماء وفقدان بوصلتهم بين المطلوبين والغافلين بعنوان املطخ بدم المشاتي. مثلاً ملف التشابه بالأسماء سالفتاً ولدت قبل 20 سنة وتربت بحضن التنظيمات الإرهابية، وسنة بالمراهقة فتح عينها على أيام التحرير اللي سجلت عمليات حصاد واسعة قلعت أصحاب السوابق والمطلوبين من جذورهم حتى تعيد استصلاح الأراضي وتعمر النفوس، لكن وعلى طريقة تجيك التهايم وانت نايم. عمليات الاستصلاح شملت الأخضر واليابس، والسبب تشابه الأسماء بين مطلوبين بتهمة المشاركة بالعمليات الإرهابية والانتماء للجماعات المسلحة، ومواطنين قصتهم مختومة بسجلات النفوس بأسماء ثلاثية تتشابه حروفها ويا المطلوبين. صحيح قبل العام 2014 ملف التشابه سيط عبر محافظات شمالية وغربية، لكن الملف خلف ملفات بعد سيطرة تنظيم داعش على المدن، وعمليات الاعتقال صارت حمل وشيل. بس السلطة القضائية عندها موقف يقول المخبر السري وغياب الإجراءات التنظيمية واحدة من أسباب عمليات الاعتقال على شبه، وكملتها بسهام انتقاد وجهتها لوزارة الداخلية تحملها المسؤولية، والسبب تعميمها مذكرات الاعتقال على نقاط التفتيش والمراكز الأمنية بدون موافقة المحاكم، وختمتها بالتذكير بقرارات أصدرها القضاء عنوانها إلغاء مذكرات الاعتقال اللي ما بها بيانات كاملة، يعني الاسم الرباعي واللقب وحتى اسم الأم وعشيرتها. لكن القصة بعدها ما انتهت، وعمليات الاعتقال بتشابه الأسماء تطوراتها وصلت الوفيات. أي نعم، لأن محافظة البصرة وعلى طريقة راح تسعى بسود سجلت قبل سنتين وفاة موقوف بواحد من مراكزها بعد تحقيق وتسليم جثة للطب العدلي طلع تشابه بالأسماء، يعني لاحظت برجلها ولاحظ السيد علي. هنا مفوضية حقوق الإنسان من وسطتها شكاوى التشابه بالأسماء ردت عليها وقالت القضاء منح المتضررين الحق برفع الدعاوى ومقاضاة الجهات اللي سببت باعتقالهم، لأن سالفة التشابه بالأسماء صارت واحدة من أسباب تقييد حرية التنقل بين المحافظات. بس التشابه بالأسماء سجل هدف جديد بمرمى المعالجات، لأن أكو روائي وكاتب قصص معروف حتى بدول الجوار طلع عنده تشابه بالأسماء ويا مطلوب بتهمة الإرهاب وحتى يحمي نفسه من الاعتقال مؤلفاته تمشي وياه ويعرضها على نقاط التفتيش من يطلبون المستمسكات، يعني الغرقان يتشلب بقشاية. لكن أكو بعض الأطراف من سألناهم على التشابه بالأسماء إجاباتهم وصلتنا بعبارات تقول الملف استغلت جهات سياسية لغاية في نفسها والمطالبة بالمعتقلين فتحت لهم مشروع انتخابي، هاي كلها بصفحة، واختفاء قيادات بتنظيم داعش من مخيم الهول بصفحة، لأن أكو 60 قيادي بالتنظيم من المقيمين بالمخيم السوري أثرهم اختفى قبل 3 أيام، بياناتهم عرب وأجانب، وين راحوا وشلون الله أعلم. يعني قصة التشابه بالأسماء وعمليات الاعتقال يجوز أيامها طويلة ويراد لها قرارات تعيد الحسابات وتحفظ المطلوبين بالملفات، لأن بعكسها رح نبقى نرجع ونسمع